إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. تعرف يا مدام إناس، أنا لسه سامع النهاردة الدكتور فريغ بيقول حاجات حلوة جدا اللي زينا إحنا اللي بنقعد فترات طويلة يعني على المكاتب، يعني عشان مشاكل الرقبة والظهر والعينين. كلامه حلو جدا 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 ومفيد قوي. طيب ما تقول لي يا أستاذ علي، الدكتور قال لك إيه عشان كلنا نستفيد من كلام؟ لا بصراحة أنا من حلاوته سجلت الحلقة، هشغلها لكم دلوقتي ونسمع كلنا. بصراحة كلامه حلو جدا جدا ونصايحه مهمة بتفيد دايما الناس اللي بتقعد على المكاتب فترة طويلة. يلا بينا نسمع، ده أكيد كلام مهم جدا. في ناس كتير مننا بيضطرهم شغلهم للجلوس لفترات طويلة بسبب طبيعة عملهم، زي الوظائف المكتبية أو الناس اللي بتستخدم الكمبيوتر لفترات طويلة. علشان نتجنب مضاعفات القعدة الطويلة على العظام والفقرات، الأطباء المتخصصين في العظام بينصحونا بالنصائح الآتية. أولاً، حاول إنك تظبط ارتفاع الكرسي بحيث تكون أقدامك مستقرة على الأرض أو مسند القدمين. ثانياً، حافظ على مفصلي الركبتين دائماً في وضع الزاوية القائمة 90 درجة، وخلي مسافة صغيرة بين مؤخرة الركبة ومقدمة المقعد، وخلي فيه وسادة صغيرة خلف أسفل الظهر. لو بتشتغل على جهاز كمبيوتر أو لابتوب، تأكد من أن الجزء العلوي من الشاشة اللي انت شغال عليها عند مستوى عينيك أو أقل بقليل، وتجنب تنية الرقبة، تجنب ثني العنق، حافظ دايما على استقامة العنق في وضع رأسي بمحاذاة ظهرك، وخلي الأكتاف في وضع مريح وساعدي الذراع في وضع أفقي موازيين للأرض. وما تنساش تاخد راحة كل فترة من القعدة الطويلة، وتقوم تقف أو تتمشى لمدة دقايق وترجع بعد كده تكمل عملك في أمان. كده هتقدر تتجنب مضاعفات القعدة الطويلة على عظامك وفقراتك. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.